ورحمة الله وبركاته. اعتقل الحوثيون رئيس نادي المعلمين اليمنيين بعد قرابة شهرين من تأسيس النادي الذي دعا لإضراب شامل في مناطق سيطرة الحوثيين للمطالبة بصرف مرتبات المعلمين وموظفي الدولة. وقالت مصادر محلية إن الحوثيين اعتقلوا الأحد رئيس نادي المعلمين اليمنيين أبو زيد الكميم، وذلك بعد ساعات من حصار منزله وترويع أسرته في العاصمة صنعاء. وأضافت المصادر المحلية أن الحملة التي حاصرت المنزل كانت بقيادة مسؤول في جهاز الأمن والمخابرات التابع للحوثيين خالد شرف الدين، في الوقت الذي تدخل وجهاء وشخصيات محببة لإقناع الكميم بتسليم نفسه دون اقتحام منزله. وأشارت المصادر أن الكميم خرج من منزله، وعقب خروجه من المنزل تم اعتقاله لجهة مجهولة ووجهت له تهم التخابر مع تسميه بدولة العدوان، وتعتزم تقديم للمحاكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.